ادينا اتقابلنا تاني يا حمزه. بس المره دي واحد فينا بس هو اللي هيخرج يا سليم. اوعى تفتكر انك هتقبض عليا. هي كلمه واحده يا سليم ومش هكررها تاني. ارمي سلاحك وسلم نفسك. ارمي اللي في ايدك وسلم نفسك يا سليم. كنت عارف ان انا مش هينفع اسافر من غير ما اخلص اللي بينا. اللي بينا هيخلص زي ما ابتدى يا سليم. هترجع السجن وهتتعدم انت وجابر وكل اللي معاك. جابر مات خلاص. ما ماتش. جابر لسه عايش يا سليم. ازاي؟ جابر مات. سليم ما يطلعش من هنا عايش، انتوا فاهمين؟ يلا. انت مش فارق معايا. ولا دمك فارق مع اي حد. النهارده كل شيء هينتهي يا صبري. بس المهم انه ينتهي زي ما احنا عايزين بالظبط. ربنا يستر. ان شاء الله خير. ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم. احنا ماشيين حسب الخطه اللي اتفقنا عليها. وجابر وسليم عملتوا ايه؟ بندور عليهم. واكيد لو فيهم حد عايش هنعرف النهارده. حمزه ما فيش اخبار جديده عنه؟ لسه مش عارفين هو فين لحد دلوقتي ولا بيعمل ايه ولا ايه اللي حصل له. يعدي بس النهارده على خير وبعدين نشوف موضوعه. انا هحضر الافتتاح بتاع المتحف مع سياده الرئيس وباقي الاسر. مش عايز غلطه واحده يا فندم. احنا جاهزين لكل حاجه ورجالتنا بيأمنوا المتحف واللي اتفقنا عليه هيتنفذ زي ما جهزناه بالظبط. عظيم عظيم. نبقى على اتصال ببعض طول النهار. ها؟ ربنا يعدي النهارده على خير. محدش رجع يا شيخ جابر، ولا واحد من اللي راحوا ورا حمزه وسليم رجع. ايه؟ بيعملوا ايه ده كله؟ مش مهم. سليم يا مات يا هيموت. اجهز انت بس بالرجاله واتحركوا.
رجالة جابر دلوقتي زمانهم بيتحركوا، أول ما يوصلوا ويجهزوا هديكم الإشارة، تخشوا عليهم تقبضوا عليهم كلهم، ما تسيبوش ولا واحد منهم يهرب، مفهوم؟ ولا واحد يهرب، عايزهم كلهم تقبضوا عليهم. إيه الأخبار؟ كل حاجة ماشية زي ما أمر سيادتك، رجالتنا متوزعين في كل مكان، ومفيش أي مشاكل حصلت لحد دلوقتي. ومش عايز أي مشاكل تحصل، سيادة الرئيس هيقول خطبته بعد شوية، عشان كده لازم نجهز. عايزك تزود فرقة خاصة تكون موجودة في جميع القاعات اللي هيخشها الرئيس. والحراسة على جميع البوابات تزيد، أي حد يدخل أو يخرج لازم يكون بتصريح. تمام يا فندم. ولحد اليوم ده ما يعدي كلنا في حالة طوارئ. تمام يا سعادة. ربنا يعدي اليوم ده على خير. اسمعني كويس قوي وركز معايا. كمان شوية جابر هيبعت إشارة تفجير علشان يكمل اللي بدأه. جابر ما يعرفش ان احنا اخلينا المتحف كله من كل المتفجرات، وده اللي هيخلينا نوصله. اول الاشارة دي ما تطلع تحددوني المكان بالظبط، مفهوم؟ تمام يا فندم. ايه ده؟ مش ممكن، في حاجة غلط. الرقم اللي في الملف ده اكيد مش مظبوط. انتوا اتأكدتوا من وزن المتفجرات اللي خرجناها من المتحف؟ وراجعنا عليه مرتين سعادتك. ايه الغلط سعادتك؟ ازاي بس يا اكرم؟ انا بقول لك تاني، متاكد من الرقم اللي في الملف ده؟ يا فندم حضرتك لو مش مصدقني نروح نراجع عليها تاني. مش مصدقك ايه؟ ما هو لو كلامك ده صح هتبقى كارثه، مصيبه. اوعى يا فندم. ايه الغلط بس سعادتك؟ يا فندم كميه المتفجرات اللي خرجناها من المتحف احنا راجعنا عليها ووزناها، طلعت 46 طن، لكن الشحنه الاصليه اللي الجيش مسكها قبل كده كانت 55 طن. طب وايه المشكله؟ مجايز ما عرفوش يجيبوا نفس الكمية المرة التانية فاستخدموا كمية أقل. مش ممكن يا فندم، أنا رجعت تاني على مساحة المتحف وعلى كمية المتفجرات اللي اتزرعت هناك، واللي زرعها عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، يعني مستحيل يكون يستخدم كمية أقل من 55 طن. تقصد إيه؟ قصدي إن كلامي ده لو طلع صح يبقى لسه في متفجرات دلوقتي جوه المتحف. يعني إيه لسه في متفجرات في المتحف؟ أمال فاروق اللي معاك كانوا بيعملوا إيه بالظبط؟ لسه عارف دلوقتي؟ دي كارثه يا صبري، كارثه. احنا بنزق الافتتاح على الهوا، عارف يعني ايه على الهوا؟ انا ما اقدرش اخد قرار زي ده، لازم ارجع لسياده الوزير وهو يقول لنا نعمل ايه. ماشي يا صبري، ماشي، انا هكلمه. يلا مع السلامه. ايوه سياده الوزير، احنا عندنا مشكله ومحتاجين توجيهات سيادتك. القنبلة اشتغلت؟ أيوة يا فندم. وقدامنا قد إيه؟ 20 دقيقة يا فندم. 20 دقيقة بس؟ القنبلة اشتغلت يا حمزة. إيه؟ اشتغلت؟ اشتغلت يعني إيه؟ يبقى لازم نخلي المتحف فورا. بس الريس بدأ. مش مهم الريس بدأ، مش مهم. مش مهم إزاي يا حمزة؟ هنوقف رئيس الجمهورية. طب قدامنا قد إيه يا فندم؟ 19 دقيقة يا حمزة. 19 دقيقة؟ طيب يا فندم، لازم نبقى جاهزين لكل الاحتمالات. يا نخلي المتحف واللي يحصل يحصل، يا اما نبطل القنبله. اتصرف يا حمزه، اتصرف. حاضر يا فندم، حاضر. ها وصلت للاشاره؟ دقيقه واحده مش اكتر من دقيقه، مفهوم؟ تمام يا فندم. يشرفني اليوم ان اعلن عن مولد يوم جديد في تاريخ الحضاره المصريه. اليوم هو يوم افتتاح صرح حضاري جديد وبدايه صفحه جديده في تاريخ مصر. أيوة يا شيخ مصطفى، كل خير إن شاء الله. قدامنا 18 دقيقة، 18 دقيقة والكل اتحرك. زي ما فهمتك يا شيخ مصطفى، أهم حاجة الأقسام والمديريات، لازم نكسر شوكة الداخلية، فاهمني؟ المسيرات تبدأ
تملى الشوارع والميادين. عايز كل حاجة تتم زي ما اتفقنا بالظبط، وإلا كل اللي عملناه هيروح على ما فيش. شيخ مصطفى، اللي هيحصل النهارده استحالة يتكرر تاني. السلام عليكم. أوامر سيادة الوزير واضحة، عايزين نتحرك وبسرعة، قدامنا 17 دقيقة، عايز فريق يحدد أماكن المتفجرات ويتعامل معاها بسرعة. موكب سيادة الرئيس، يتأمن من القاعة للبوابات وتفعل خطة الطوارئ، والناس اللي في المتحف يخرجوه بهدوء وبنظام ومن غير أي مشاكل. بقول لك لو فضيت المتحف ياخد وقت قد إيه؟ 5 دقايق يا فندم. معنى كده إن قدامنا 12 دقيقة عشان نتعامل مع القنبلة، يا إما نبطلها يا إما نخرج الناس. أول ما نعدي التنازل يوصل لخمس دقايق تعلن إن البث اتقطع وتقول إن حصل عطل فني لحد الرئيس ما يوصل القصر بتاعه، وبعد كده نبقى نشوف هنقول إيه للناس. المهم ما يحصلش أي خسائر بشرية. الحق يا فندم، مش ده سليم فواز؟ سليم اثبت مكانك، هتتحرك اثبت. انا جاي اوقف القنبله. سليم هنا يا فندم. ما سمعتش. سليم هنا يا فندم. سليم فين؟ في مدخل الجراج. طب انا جاي حالا. سليم انا جاي افك القنبله يا حمزه. فكر، انا كان ممكن اهرب لكن اخترت ان انا اجي هنا برجليا. اديهم امر يدخلوني يا حمزه. مفيش وقت. عمل اي حاجه رصاصه في نافوخه وتخلوا المتحف فورا. مفهوم. تحت اي ظرف. تمام يا فندم. جاي لك هارب. تجننتي يا غدا؟ عايزة تهربي ومع سليم؟ مفيش حد غيرك يقدر يساعدني. أنا؟ لا طبعا، انسي. انت عايزة توديني في داهية نجلة. أنا عمري ما هطلب منك حاجة تأذيكي. أنا لازم أسافر مع سليم النهاردة وما قداميش حل تاني. تسافري مع فين؟ وتسافري مع ليه؟ مش ده سليم؟ سليم اللي كنت بتهربي منه؟ سليم اللي عمل فيكي كل اللي انت فيه ده؟ لا، ده سليم بتاع زمان. صدقيني سليم رجع لي تاني، وانا دلوقتي ما عنديش اي حد غيره. انا عارفه اللي انا بعمله ده جنان، بس انا محتاجاكي وما عنديش حد تاني يساعدني. اساعدك ازاي؟ مش انت قلتيلي ان الشركه عندكم طلعها فوق اسكندريه ومن هناك هيطلعوا على اليونان؟ انا وسليم عايزين نطلع مع الفوق ده. ايوه بس ازاي يعني؟ انا لو عرفت هطلعكم مع الفوق لحد اسكندريه، لكن انتوا مش هتعرفوا تخرجوا بره البلد من غير باسبورات. ما تقلقيش، سليم مظبط كل حاجه. كل اللي انا عايزاه منك انك تاخدي الاسماء اللي في الباسبورات دي وتحطيها مع الفوق اللي طالع، واحنا هناك هنتصرف. ممكن عشان خاطري لو حصل اي حاجه يا غاده ولا اتقبض عليكم ما اعرفكيش. ماشي. طيب هتستنيني بس اما اشوف هعرف اعمل كده ولا لا. ماشي. أشر جابر، هي قدامنا دلوقتي، كان في الفيلا وخرجت منها. لا سليم مش معاها، مش عارفين هو فين دلوقتي. نتحرك مع بقى اخوانا عشان ننفذ اللي اتفقنا عليه. عارفين اول ما المتحف ينفجر كلنا هنهجم. امرك أشر جابر.
فكري مش عارف اشتغل كده. يلا مفيش وقت. ماشي. عايز عده. متأكد إن هو ده المكان اللي طلعت منه الإشارة؟ آه يا فندم. جابر مش موجود. الإشارة طلعت من قد إيه؟ من 5 دقايق يا فندم. يبقى تقفلوا كل الطرق، كل العربيات تتفتش، واللي هو صبري ياخد فكرة بكل اللي بيحصل ده، وعايز قوة تحرك معايا، مفهوم؟ تمام يا فندم. في إيه؟ مش راضية توقف. يعني ايه؟ معرفش، مش عارف اوقفها. اخروا المرمى بسرعة. موكب الرئيس فين؟ عند البوابة وجاهز يا فندم، الحرس الجمهوري جاهز يأمن موكبه لحد ما يرجع سيادته القصر. عظيم. عايزك تبدأ تخرج الضيوف لحد البوابات، والعربيات تكون جاهزة عشان يمشوا على طول. احنا هنستنى دقيقة، لو القنبلة ما وقفتش تبدأ فورا تخلي المتحف. تمام يا فندم. كملوا البس عادي. سليم اللي وقفها؟ انت متأكد يا سيف؟ طب هو فين دلوقتي؟ خليك وراه. حمزة ورا جابر. ايوه حمزة رجع وهيقبض عليه ان شاء الله. كل حاجة هتخلص النهاردة، كل حاجة هتخلص. يلا. الاوتوبيسات هتطلع الساعة 7:30 بالظبط. بجد؟ يعني عرفت تتصرفي؟ أنا سجلت الأسماء الموجودة في الباسبورات، لو أي حد سألكم عن أي حاجة قولي إن أنتي من قسم الماركتينج. أكتر من كده بجد أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل. بس غادة، أنا عارفة هتقولي إيه، ما تخافيش. أول ما تخرجوا برا مصر كلميني، طمنيني عليكي يا غادة، فاهمة؟ حاضر، ومتشكرة بجد يا نجلة. خلي بالك من نفسك. لا تحت ما انفجرش. ازاي؟ أنا بعت الإشارة بإيدي. حتى لو الداخلية عارفة، ما لحقوش يتصرفوا إلا لو ايوه المنصوريه. يبقى انا عرفت هو رايح فين. عايز فرقه مكافحه تتحرك حالا وتستناني عند الكمين اللي هناك، وانا رايح فورا، مفهوم؟ ايوه يا غاده، انا خرجت والقنبله ما انفجرتش. انت فين؟ في الفيلا؟ طيب عملت ايه مع نجلانه؟ طيب هاي جهزي نفسك عشان هجيلك ونتحرك على طول. يلا باي باي.
ضمع موتك يا سليم. بسلم نفسي يا حمزة حاكموني. بسلم نفسي يا حمزة. حمزة باشا حاكموني بقانونكم. حاكمني بقانونك يا حمزة. Thank you.